السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتكم كوتيورياني. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم البنات جبت لكم فكرة رائعة جدا وحبيت نبارطاجيها معكم، وماذا بيا تخلوا لي تعليقات تاوعكم كما عودتوني في القناة وفي الصفحة كوتيورياني. نحب نشكر قبل كل شيء المتتبعين الكرام على التعليقات تاعكم والتفاعل. الفكرة هذه البنات عبارة عن حل اللي راح يساعد العديد من الأخوات واللي تخص الشورى وبالأخص المخايط تاع الشورى. الفكرة هي أني خيط ديؤوس بالقماش هذا اللي راكو تشوفوا فيه. أنا استعملت هذا القماش بالنسبة لهذا الفيديو، أما بالنسبة لكم فلكم الاختيار، كل واحدة على حسب الذوق تاعها. بهذا اللي يوصل البنات، الشورى تاعكم راح تدوم وتقعد لكم نظيفه وشابه. قبل ما نروحوا للفصاله تاع هذا لاوس، نقدر ننصحكم باستعمال قماش تاع ليدغا، يا اما اوني يا اما فيه لي موتيف او مثلا القطيفه او قماش تاع الشورى او اي قماش يناسبكم. نحتاجوا لهذا لاوس الا للقماش بلاستيك فقط، هذا ما كان. نجوزوا دوكا الى المرحله المواليه. في المرحلة الموالية البنات يلزمنا أخذ مقاسات المخدة. أنا هنا راح نعطيكم المقاسات تاع المخدة ديالي، وانتوما كل واحدة تأخذ المقاسات تاع المخدة ديالها. أنا هنا المخدة تاعي عندها في الطول 70 سنتيمتر والعرض 50 سنتيمتر. إذا باش نخيطوا لاوس هذه، أولا نحتاج إلى جهة واحدة واللي هي عبارة عن مستطيل للمقاسات تاعو، راح تكون مطابقة لمقاسات تاع المخدة، يعني 50 سنتيم على 70 سنتيمتر. أما الجهة الخلفية البنات فراح نحتاج إلى طرف قماش طويل أو شريط، واللي راح يكون الطول تاعو فيه مقاس كامل للتوخ تاع المخدة. هذا الشريط طول تاعو هو 2.40 متر على 20 سنتيمتر. لماذا 2.40 متر؟ لأنه كي نجمع الأربع جوانب تاع المخدة، يعني مرتين 70 سنتيمتر ومرتين 50 سنتيمتر، كي نجمع هادو كامل راح نتحصلوا على 2.40 متر. وهنا البنات راكو شفتوا كيفاش فصلت هاد لاوس. كاين طريقة ثانية وهي طريقة كلاسيكية، هي نفسها طريقة تفصيل الدراوس. راح نخلي لكم رابط هذه الطريقة، وانتم إذا ساعدتكم تقدروا تفصلوا الأوس تاع المخدة بنفس المراحل. البنات هنا عندنا ملاحظة، سواء في الطريقة الأولى أم الطريقة الثانية، كمية القماش اللي راح تستعمليها باش تفصلي الأوس تاع المخدة هي نفسها. الفرق اللي كاين بيناتهم هي أنه الطريقة الأولى في الخياطة راح تجيك أسهل. قماشي سي بون راهو مفصل، طرف القماش هذاك الطويل هاوليك راني قطعته، وعندي هذاك المستطيل اللي فيه 70 على 50 سنتيمتر. كاينه نقطه برك حبيت نفهمها لكم، اللي ما كفاهاش القماش باش دير طرف قماش طويل كيما هذا، ممكن جدا انها توصل، يعني دير عده قطع تاع قماش للارتفاع تاعو لازم يكون 20 سنتيمتر بطبيعه الحال، تلاقي بيناتهم بالخياطه في الاخير لازم تتحصل على شريط ولا طرف قماش طويل فيه 2.40 متر. جوزوا معايا نشوفوا مراحل الخياطة. نبداو على بركة الله مراحل الخياطة لاوس تاع المخدة تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي يعني القطعتين اللي كنا فصلناهم ديجا من قبل، دوكا نخيطهم مع بعض ونعاود نولي لكم نشوفوا بقية المراحل. راح نزرب مقطع مراحل الخياطة باه الفيديو ما يجيش طويل وممل. نقطة مهمة للأخوات اللي راهم حابين يستفادوا من هذا المشروع، ننصحكم في الفصالة بالطريقة الأولى لتفادي بقايا القماش خسارة. في الطريقة الثانية راح تتحصلي على مربعات صغيرة وبدون فائدة. خلاص البنات راني كملت خيط القطعتين مع بعض، ودوك نوري لكم فوق الورق النتيجة اللي تحصلنا عليها. إذا هنا عندي هذا المستطيل وهنا عندي القماش هذاك الطويل، خيط القماش الطويل مع المستطيل وفي الأخير تحصلت على هذا النتيجة. بيان سور الشريط لازم يتخيط من جهة واحدة باه نتحصل على الشكل تاع لاوس تاعي في النهاية. المرحلة الموالية البنات هي السرفلة أو سورجي. أنا هنا راح نبدأ نسورجوتي، نكمل ونولي ليكم. البنات راني وليت، وهنا راح نهضروا على لاستيك. كما راكم تشوفوا راح نستعمل هذا النوع تاع لاستيك لي في السمك ديالو فيه 1 سنتيم، وكاين قل منه، هذا راجع لكم واش متواجد عندكم. اول شيء راح نخيط لاستيك تاعي مع القماش، من بعد نزيد نعطف مره اخرى باه نخبي لاستيك ديالي ونتحصل على خدمه نظيفه في الاخر.
نفتح قوسين ونعطيكم معلومة كيفاه تحسبي كمية لاستيك لأي مشروع. تاخدي المقاس اللي راح تخيطي فيه لاستيك تاعك وتقسميه على 3 وتزيدي له ما بين 2 إلى 4 سنتيم على حساب نوعية لاستيك ديالك، والنتيجة هي كمية لاستيك اللي راح تستعمليها. مثلا كما أنا استعملت 82 سنتيم بالنسبة لي 2.43 متر تاع القماش. هنا طريقة خياطة لاستيك راجعة ليكم. راح نخيط لاستيك مع القماش، من بعد نعطف لغلي باه نخيط لاستيك ديالي ونتحصل على نتيجة شابة. كاين اللي تعطف ولا تخيط لغلي عادي من بعد دخل لاستيك بفضل هذا المساك، ولكن أنا ما نحبش هذه الطريقة لأنه لاستيك وحده يولي يدور وما يعطيناش نتيجة شابة. معلومة تخص أصحاب المشاريع، مثلا حبيتي تخيطي 6 تعليوس، راح تحتاجي حوالي الى 2 مترات تاع قماش اللي السومه تاعو تتراوح ما بين 20 الى 25 سا ديبون الى اوني ولا امبريمي، و5 مترات تاع لاستيك بالنسبه 6 تعليوس. التكلفه تاع هذا 6 تعليوس يطيحوا لك ب 45، تقدري تبيعيهم ما بين 10 حتى 20000، وهذا على حسب نوعيه القماش اللي حتستعمليها. البنات هنا خلاص راني كملت لاوس ديالي والحمد لله، ولكن مازال مرحلة مهمة ما هضرتش عليها من الاول، خليتها مع الاخر باه تفهموا الأهمية ديالها. انا راح نزيد نخيط مع هاد لاوس هاد الزيكزاك باه نعطيها شكل او انفورم شابة. وانتوما تحبوا تستغناو على هاد المرحلة او تستعملوا اي نوع من القالون او سوتاج او كوردون، المهم هو انك توقفي هاد لاوس باش في الاخير تجيك شابة. انا نكمل مع هاد المرحلة وانتوما تابعوني باش تشوفوا النتيجة في الاخر وان شاء الله تعجبكم. البنات راني وليت لكم باش نشوفوا النتيجة تاع لاوس تاعنا بعد ما فصلناها وخيطناها، راكو شفتوا المراحل من قبل، ودوكا حنشوفوا النتيجة باذن الله. اذا واش عندنا هنايا؟ راكو تشوفوا كاين هنايا 2 تاع لاوس، عندنا هاد لاوس هادي هايليك كيما راكم تشوفوا، وعندنا لاوس اللي درناها مع بعض. البنات الفرق اللي كاين بيناتهم انه هادي ما فيهاش هاد الزيكزاك وفي وهادي فيها، هذا هو الفرق. نفس المراحل يعني نفس كلش كيف كيف، برك هادي درت لها يعني الزيكزاك هذايا باش نعلم يعني ولا نبين هاد الزوايا هذوما، وهذه ما درت لهاش. ودوك نلبسهم في زوج وتشوفوا النتيجه. بداو بهذه اللي ما فيهاش يعني هاي ليك خيطها عهدي ودرت لها يعني سور بيكور ابلا، هاي ليك الخياطه هذيك رقدتها بالخياطه من الفوق يعني هكذا خيط خياطه من الفوق هاي ليك، هذه ما درت لهاش سورجي لانه هذا هو مون برومي بروتوتيب، يعني هذه هي المخده الاولى اللي سيدتها باش نشوف الفكره تاعي واش راح تعطيني، يعني كيف راح تخرج. كي تكون عندكم فكره وتاع حاجه حبيتوا تسيوها ولا جاتكم اونيدي ولا لازم تطبقوها باش تعرفوا واش راح تصحوا الغلطه ولا ما تصحوش ولا. انا هاي ليك نقول لكم بلي هذه المخده هي المخده الاولى، يعني لاوس تاعي الاولى اللي درتها هذه هي. دوك تشوفوا النتيجه في الاخير شنو هي. هذيك المخده تاعنا هاي ليك عندها كوتي امبريمي وكوتي اوني، دونك نلبسوها المخده هذه ونشوفوا النتيجه كيفاش. بطبيعه الحال هاليك نديرو كوتي صغير كيما الكوتي الصغير نفس الطريقه، يعني بالنسبه للمطارح يعني المطلع دغاوس يتلبس بنفس الطريقه، مش حاجه صعيبه. فوالا هاليك المخده هذه راح تساعد بزاف الاخوات العرايس اللي عندهم خايد جدد شورة جديدة حبوا يخبوها، يديروا لها ديوس كومسا ويخبيوها ممكن جدا. فوالا دونك راكو تشوفوا النتيجة تاع لاوس هذه هاي ليك. هنا لو بوت سيتي انا حبيتها تقعد لا ميم فورم، يعني لا فورم تاع المخدة تاعي تقعد. هنا لا فورم ما عطاتنيش لا فورم لانه هاد الزوايا هادو راحوا ركدوا للداخل. بوكوا؟ باسكو لاستيك هذا جبدهم، هاد لاستيك هو اللي جبد لي زاويه تاع المخده يعني، ونحالها لا فورم تاعها ودار لها شكل دائري. دوك نشوفوا المخده الثانيه لو ريزولطا مور ما درت لها لو زيكزاك في كل الجوانب. هاي ليك المخده الثانيه، ودوك نلبس لها لاوس الثانيه اللي درتها يعني الموديل الثاني. دوك تشوفوا الطريقه تاع التلبس
سهله جدا وتمتم يعني تمتم هادو الزوايا هادو يحكموا بلاصتهم. ها شوفوا محشي محشي دورو للجهه الخلفيه. ها عليك اذا كان ممكن انك تسقميهم في الكوانات، يعني كل جهه ديريها مع الزاويه تاعها. هاي ليك فوالا. اذا شوفوا معنا النتيجه تاع المخده الاولى والمخده الثانيه. دونك المخده الثانيه هاي ليك الكوانات بانوا هاهم ليك فوالا، واما المخده الاولى ما بان والو. دونك الا حبيتوا ديروهم هكذا ساعدكم الحال انكم ديروهم بهذه الطريقه سي بافو تقدروا، ولا حبيتوا يقعدوا توجور ميم ديروا دي وسي حبيتوا لا فورم تاعهم تقعد ممكن جدا يعني ديروا الطريقه هذه الثانيه. كما قلت لكم اللي ما يحبوا يديروا حتى غالون وحبوا هاد لا فورم هذه تبان تقدروا ديروا هاد الغالون من جهه الدخلانيه. المهم الغالون هذا هو اللي راح يعطيكم لا فورم تاع هاد الزوايا باش يوقفوا. اذا الحمد لله راني تكملت توفقت وكملت لاوس تاعي، هايليك النتيجه تاع لاوس الجهه تاع الخلفيه وهايليك الجهه تاع الامام. قلت لكم الفكره هذه راح تساعد العديد من الاخوات. نتمنى انه الفكره هذه عجبتكم بزاف بزاف، خلوا لي تعليقات تاعكم وان شاء الله نتلاقاو في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. سلام البنات.